السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج قاعدة عن كفل مقين دونا حالة دقوبل كا وحانا يدي سو جيدن يعني وهم صديق شو محمد برنامج كا وحاي لفل مقين دونا عكاش شو محمد لما اعتمي يافرك ساعة لصول عافي هدي يعني نغضب كا وهر ريا وحا مقالة جبوتي كفر ما يشر مدح دا ايقات اي كوقبان ايان دالك جبوتي قاعدة هان عاسمة ديسة جبوتي وكشاي سولو صدق وأنا وهاي كل حالته قدم به هذا سومالي كينيا ثان هكذا أنك شغلي شلي وهاي حالدا إن سومالي كينيا حرك هذي ومثلا عاد وحما ما كان نسكوب وسني ما كان في العين بدن بمعنى ترى أنا يا كاتب من أرنتا يدا أو ولبة أنك سومالي إيه مثلا أنا عيدا مهرله إن مثلا أنا إسكيني سومها الحدودة تاسي أو أي دنيا إن مثلاً إس كعابين إيه كسميان هدي مثلاً إيه دريمان وح ربعات إيدان أه أو دنكا كينيا هدي عن إيه نور دنكا كينيا إيه دلفت إذا مثلاً ما يرسطو إيه ده تاسي ده ضد كديجان ك إيه شيريان هكا إيه وحالة شيء إن جوجان إيه ده أدو فربنا أو مثلاً دوينا يو إيه ماشى إيه كسميان هولجل وحكم إيه برصة كريان ك مانديرا إسمه مانديرا إن أوه الله وما متغنى أوه شيء إن عبسي بدن كقبان إن متغنى الوجود كرد قالوا أما تقال وكقروح إن كركوده. okay إن ما تصير ورك شيء يعني واحد دول سمع لي كنت هذا مهر له قبل كجدو إن سيدا هذا القوة مرتي بدك وحورا وريا شيء يعني إن حسدي أي أتوسي أصلان ساي شيء يعني بل أنتس محاط فعلا سنسا een horta dawladda Soomaaliya horta way dadaalaysaa wayna ku saxan tahay in mataqana horta oo amniga een dalkeeda in ay sugato laakiin dadka mid baa ka maqan dadka mid baa ka maqan oo hadda dii mataqana markii een saa kala amka wax la aniga dadka qaar in ila jawaaban dhici karta een dawladda Soomaaliya waxa mataqana ay leedahay wax iska ilaaya dawladda een Kenya dagaal aan la galiyeen laakiin waxaan ognahay in meela intaas ka dhow mataqana ay shaaf u joogan ودورة الصومال ما تغنى إيش تجين، لكن قولك جد أكره صور نبض أها وواحد جري أنجرين، يا ما تغنى يا لا يبلا يفرجرين يا ما تغنى دجال لقى عبره. يا فرجري يا دجال كابور. وح فرجري، وح ما تغنى مش إيش سرتو ودك هاي وصل استد، ما هو قولت، ما هو قولت كست، وح أمة حبناي هاي، عيد ما ديسة يا ما هو إمام مركزة، وح واحد جري إمام مركا يدورة صراخ إيه ودجان. يا ترى هذا دولة الصومالية إذا ما إيرد هاي وواحد ترى متقنا جوك اسمه وحفرق لين واحد بموضان لكن إذا ما ذن متقنا هذا إن ما هذا لكينجيو إن ما هقول جدو وإذا ما لوط على جلي إن ماشي كسر ما ممكن تري لكن حكم وعنا لها إن إذا ما يده ما هي لوط على جلي عادها إن هذا نتقال إيه قبل لوان لو كان مقال يسوع عليا تاسع مثلاً يا مهمة الجوات يا لصين لها كبر صوتك هذا حدوده وحكتها يعني ممكن لقاح الله وحوي وضجال كل دجال من المقاحين إنك سمعت الخرجين دي إن مثلاً أنا ساكة دعوة بالله وانا راح لكن ما بالله وانا إذا ميلا وحجينا إن مثلاً إن بتقولي إن كنا معتو وحاي يري ضدك السمار ده يضحك كيانك أنت قمت تدل مجرتو مدة كلامك كل جد وحوي ضدك ماشي لكينيو كنت قاعد لا نعبو ورت مرنا كينيس ورت قال ما أها إن إيد إنت تقابضو كوكي جلوس ورت إنت ماشي إنت تقع إنت راكب اللوان ورت ورت قال ماها واحد عنا ماها لكن وحاوي واسيدي إسمين درت إن ماك إسمين إن ماك تي تي بلفو إن حاجة يا حاجة واحد لكيني وصومالي لكن كينيا بس كلاجوا قري إيه كسعودو إيه أيضا جوب لانو أديك سنة إيه كان حاجة سعودو هي حاجة صومالي كوك سعودو لو هذا نعو صومالي واحد إمانو يو الله نعو ويقول صوماليين لكن مرنا ماشى إذا إيه قف كينيان إيه أو متقناي إن أسكري كينيان أو معها إن دورة كشقيو إنه كل بنت ماشى إيه ديار أمها ما نفهم لكن واحد لقيني وحوي وادت إيه قرشين نور إستن وادت قرشين جبلان بكاس إنتي لو قرأ يعني جهر جينا إذا في دورة ما كا بك استقال يا مرك تعرف ولا حيا أنا وحنا هنا وتعرف ولا حيا كيني إسماعيلية كيني متقناي وين رح إسماعيلية دفاع لكن ماشى ما هن ماشى وحيا لو حوي واحد تقال بالصومالي ده حيل ما هو حاها بون
in Somali iyada intee wada hadasho ee ma taqaan gacmaha hoos inta u dhaqdaan ee dhan walaal yar suuqay dirin inaga heshiin anaga wada hadalno okay maanta waxa firmay shirka madaxda maamul goboleedka iyad ee waxaan ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah Cabdiraxmaan Farmaajo maxaa xog oo shirkaas ka haysa een waxay u tanbeeyay shirka ka furmay ee Djibouti caasimadda Sidii Djibouti ee waxay sheegayaan in galabta ay is arkeen ee samatana oo loo furay wada hadal ee labada dowladood Kenya iyo Soomaaliya iyaga oo lala yahay xisadda taagan in mataqana si wada hadal ah oo igadna ay mataqana ay goob joog ka tahay in lagu dhameeyo hadii arinta ay dhici weydo meesha uu waxa imaanayo dagaal dhig ku daata oo mataqana farax ka baxo ilaa markii dambe ay noqoto Azerbaijan iyo Armenia oo kale ee baad waxay ku noqon haddii dowladaha soo fargelin Imaaraadka ama taana soo fargelin oo Turkiga asan tan kale ma taana Soomaaliya ka taageeray soo fargelin oo een dowlado badan oo shisheey oo cadaw nala ah yaa jira gobolka cadaw la ah markan gobol kale oo Afrika dowlado badan oo cadaw la ah yaa jira haw badan nimanka ma taana een khamiisa qaba ee basa shaqno iyo kuwa la mid ah yaa jira oo lacag ay u soo farraqay marka waxa haboon gobolka in noqon mid nabdoon oo ma taana dagaalada dhigkaas ka nabdoon marka wada hadalkaas u furmay waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan uu ka soo baxo sidoo kale waxay xiisad aad u tahay in aad weyn gacmaha ka taagan tahay xuduudda labada dal ee Itoobiya iyo Suudaan yaan idoo halkaas loo soo sheegay in qoraad ka taagan tahay maxaa ayna akhbaar ka soo hor dagaalka harto isna kasoo cusboonaaday dhankan muxuu ahaa isha Itoobiya iyo Suudaan isagana wuu jiraa oo ma taqaana ilaa maanta waa la isku burbursanay dagaalka ammaan ee dowladda ugu ma taqaana askar baa laga laayay dalka Suudaan waxa ka dambeeyay mid kala madqana asna dhacay oo u tagay Hargeysa laakiin dhulki asaga ahaa ee lagu dagaalay ilaa hadda waxa madqana gacanta ku heeso Itoobiya deerleyda Itoobiya ee gacanta ku heeso maxay yeelay dagaalka asaga horta dagaal military ma ahayn markii hore Malaysia is dagaalay maxuu ka bilowday dagaalka dhulka ka bilowday dhulba soo qabsaday waa mid kale waxa jirta noqta Itoobiya intee qaxday tiree iyo waxa gashay Suudaan meesha hadda loo qaxay maaha laakiin niman beerley oo madqana Itoobiyaan ah yaa waxay doonayaan in dhul balaas inay sameeyaan marka iyaga dagaal ma taqaanay bilaabay askar bay ma taqaanay laayeen ee kadib ma taqaanay military aadan isku waxay laakiin markii laga hadlo xaqiiqada jirta ee Suudaan iyo Itoobiya sidee dagaal bareer ah in u dhaceen bay ilaata waxaan u wacan ee Itoobiya dagaal aan oo farax lagu gubtay oo ma taqaanay ay kaga dhimatay boqolaal ciidan ba ma taqaanay hadda ka soo baxday oo tikay weliina uu ku furan yahay oo dagaalka asaga ma dhamaanin tigreen wiil durka wajigtaa Suudaan iyadana waa ogeyn oo kii madaxweynihii taladna baan soo hayay meesha laga saaray marka inkastoo cudurka military uu joogo laakiin haddana dhaqaalaha iyo wadanka isku xirkii farada badnaa yaa meesha mataqana ka maqan marka markasta waxa haboon gobolka in nabadgelyo inuu ahaado iyaga lafta in la hadli doonaan ila tahay maxay yaraada shirka igad waxa hoggaaminayo oo gudoomiye ka ah waa Cabdalla Xamdun wasaaradda Suudaan yaa ka ah marka waa kii hata asbuuc hore ma taqaanay tagay Addis Ababa marka in arinta ay lafto igana ay dhameeyaan xalay gaaro yaa ma taqaanay suurtagal ah dawadeel waxa inta adeeg barnaamijkii aan ku eegaynaa xisadda ka taagan gobolka tan iyo intaan barnaamijkan mid labada ku kulmi doono sida ayaa maanaalla.